تفضل يوسف، وين راح تدينا اليوم؟ راح نشوفوا المزرعة تربوية اللي في زيرالدا، في جاية في لابلاش خلوفي. مكان رائع وين يقدروا الأولاد يروحوا، يقدروا لي فامي يدوا أولادهم يعيشوا تجربة، يكتشفوا عالم المزرعة وش فيه من حيوانات من نباتات صحية وتجارب أخرى تانيك في ليزاتولي اللي يديروهم منهم في الورشات، اللي يشوفوا أنه يحلبوا البقرة ويرفضوا الحليب هذاك ويروحوا للورشة ويتعلموا يديروا الفرماج. الله يبارك. ينحيوا الفاكية ويروحوا يتعلموا يديروا المعجون. نبالي غير أنني ندير فرماج. يروحوا إلى حصرة فيها يعني فان بيداغوجي. هيا نشوفوا الصور، نشوفوا إذا التقرير ونعود نوليو. يقول المختصون أن عقل الطفل يعمل مع اللعب، ويحدث ذلك بشكل غير ملحوظ مثل ما يحدث في الأفعال الغير إرادية. المزرعة النموذجية بزيرالدا واحدة من الوجهات اللي تقدر العائلات ترافق فيها أبنائها، ليس فقط من أجل اللعب وإنما لاكتشاف عالم المزرعة وما فيه من أسرار. أنا اسمي نازيم وأول مرة نجي لهذه المزرعة النموذجية، وشفت كيفاش وشفت كل شقال الحيوانات، وشفت الحصان والماء والكباش الأرانب، وتقدر حتى يعني تعطي لهم الماكلة ولا تدخل معاهم ولا تطلع معاهم. يعني ما شاء الله يعني نجي خطرة واحدة أخرى نقول صحابي ثاني يجوا ليها. كل هذا في جو رائع وآمن يستمتع فيه الأطفال من خلال التقرب من الحيوانات، ويتعلموا الكثير من المعلومات المقدمة من طرف عمال المزرعة اللي سخروا كل ما بوسعهم من أجل أن يسوقوا لهذا المشروع الجدير بالاحترام والواجب تعميمه عبر كامل التراب الوطني. شفت بزاف العواد، وشفت لي كانار، وشفت ثاني بطة، وشفت الأرانب، وشفت الكباش، وشفت تاني المعيز. شفت الأرانب وشفت البول. نازيم ويسرى وغيرهم أعجبهم المكان، وراح تبقى هذه التجربة راسخة في أذهانهم. يوسف كما شفنا كانت الحالة شابة ودراري يلعبوا تقفوا أيضا. صح. صح، مكان رائع. انا كشفت هكذا في اخر التقرير تمنيت انه هذه التجربه تكون يعني ان شاء الله يعلم كاين في باتنا حاجه كيما هكا. كاين بزاف فضاءات هكا يا مزارع، وما شاء الله الجزائر راهي خير ربي في هذه المساحات الخضراء. قل لي شحال باش يدخلوا بهذا ولا بدراهم؟ 50000. الحاجة اللي يديها الطفل والتجربة اللي حيعيشها أكثر من 50000. يعني تخيلي أنه الطفل هذا ياخذ والمعلمة نتاعه في القسم كي تبدأ تحكي له على المزرعة، هو ما يبداش يدير لها هكا يشوف كاين في المزرعة فعاشها أو شاف باللي كاين البقرة والحصان كيفاش هكذا، يعني كل التفاصيل حول الوضعية الإدماجية يقدر يحكي لها والشاف. يا 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 يشرح هذا قاعد يدير فقرة وكلش. شكرا لك يوسف. شكرا سيدي عرعر.